وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول السيد محمد مشينش، رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا. مرحبا بك معنا. حياكم الله أستاذ محمد. إنها فرصة الفلسطينيين الأخيرة وفقا لترامب، هل يقبل الفلسطينيون بهذه الصفقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بلا شك أن الرفض الفلسطيني عبر عنه اليوم جميع مكونات الشعب الفلسطيني، لا بل أن المواقف السلطة الفلسطينية تحديدا كانت مرتفعة جدا وتلبي الحد الأدنى من الطموح باتجاه توحيد الكلمة ورفض هذه الصفقة، بل حتى الذهاب إلى عقد لقاء جامع في قطاع غزة بدعوة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية. كل هذه المواقف إنما تشير لأن الفلسطينيين موقفهم واضح تجاه رفض هذه الصفقة التي للأسف لا تلبي الحد الأدنى من الذي ناضل الفلسطينيون طوال 71 و72 عاما من أجل وهذا ينقلنا إلى السؤال التالي. كما جاء في هذا الإعلان أو هذه الكلمة لترامب، دولة فلسطينية متصلة الأجزاء، عاصمتها في القدس الشرقية وليست القدس الشرقية كما يريد الفلسطينيون رسميا، يعني القيادة الفلسطينية، وهذا نتيجة لأكثر من 20 عام من المفاوضات. أستاذ محمد، ألا يطرح هذا سؤالا عن فائدة التمسك بعملية التسوية التي تتمسك بها السلطة الفلسطينية والاتفاق على خيار وطني لمقاومة الاحتلال والاشتباك معه مجددا؟ يعني أنا بشكل مباشر أنا أقول لك أن اليوم كل اتفاقيات السلام، يعني أوسلو تحديدا، ما عاد لها وجود حقيقة. اليوم كل هذا المشروع، مشروع التسوية، انتهى وذهب. يعني اليوم إسرائيل نفسها هي التي خلص يعني أنهت هذه الاتفاقية وما عاد تتعاطى معها، بل أن الراعي الذي كان يرعى هذه العمليات المفاوضات وغيرها لأمريكا اليوم هي تنصلت بشكل واضح ودعمت التوجه الصهيوني المباشر في كل ما يريده. يعني أنا لا أشك أن كوشنر كان جالس مع نتنياهو ويقول له كيف تنظر لمثل هذه المسألة ثم يضع، لأنه كل اللي حتى اليوم لما نشوف الخريطة كيف تم تصميمها واضح أنها تلبي كل ما أراده الكيان الصهيوني. أعطاه كل ما يريد، أعطاه السيادة على الضفة، أعطاه السيادة على غور الأردن، أعطاه عاصمة موحدة الكيان الصهيوني كما يقول ويحلم القدس له. نعم. كل ما طلبه أعطاه إياه، وبالتالي أنا أظن ما عاد هناك مكان لاتفاقيات. على ذكر أننا نقول ندعو السلطة من خلال هذا المنبر، يعني وهذه دعوات اليوم كل الناشطين الفلسطينيين يطلبوها، انه اليوم السلطه حقيقه فرصه لان تنبذ اتفاقيات اوسلو وان تذهب الى جمع الاطار القيادي لمنظمه التحرير الفلسطينيه وان تاخذ خطوات مباشره تجاه الغاء الاعتراف بالكيان الصهيوني وان تذهب الى نهج المقاومه الذي يجمع عليه ابناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان في الداخل والخارج. يعني أنت أستاذ محمد تحدثت عن الموقف الفلسطيني رسميا وشعبيا يبدو موحدا هذه المرة، لكنه لم يرقى إلى مستوى الحدث يعني كما يعتقد مراقبون. ما المطلوب إجرائيا على أرض الواقع لمواجهة الصفقة وليس بالخطابات كما نرى؟ الحقيقة اليوم إذا كان رد الفعل المباشر، اليوم الشعب الفلسطيني بدأ في التظاهر في كل مكان تعبير عن رفضه لهذه الصفقة التي كما ذكرت في البداية لا تلبي الحد الأدنى، ولا يمكن لفلسطيني أن يقبل بما طرحته اليوم هذه الصفقة. لذلك أنا أقول أنها ولدت ميتة، لأن لا يوجد أي شريك فلسطيني قابل لمثل هذه الصفقة. وبالتالي حتى اتفاقية أوسلو عندما وجد لها حيزا ونفذت على الأرض كان هناك شريك فلسطيني رئيسي كبير ممثل بحركة فتح قبل بهذه الصفقة ثم سار بها وجاء معه ببقية الفصائل تحت لواء منظمة التحرير. اليوم هذه الصفقة لا يوجد ولا طرف فلسطيني يقبل بها، وبالتالي أنا أقول نحن اليوم لدينا فرصة كبيرة كفلسطينيين أن يكون لدينا برنامج سياسي موحد، برنامج يوحد أبناء شعبنا في الداخل والخارج على نهج المقاومة ودعم هذا النهج لنيل الحقوق. اليوم احنا بعد 28 أو 29 عام من المفاوضات ابتداء من مدريد وحتى اليومنا هذا لم يجني خط المفاوضات سوى مزيد من التراجع. اليوم مهندسين أوسلو ومهندسي عملية المفاوضات وقبولها مع الكيان الصهيوني حتى لو أعلنوا اليوم أعلن الرئيس أنه متمسك بالمفاوضات، ولكن عمليا هذا المشروع انتهى، لا يوجد له اليوم أرضية
ولا يوجد له أي قبول، لأن المفاوضات تجري بين طرفين. نعم. الطرف الأول هو الطرف الفلسطيني، أما الطرف الثاني هو غير موجود الآن. الكيان الصهيوني هو اليوم يأخذ مدد من الأمريكان بقوتهم ويرفض أي شيء آخر. نعم. أستاذ محمد، من النقاط المهمة التي ذكرت على لسان ترامب ونتنياهو هي سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو أحد أهداف هذه الخطة أو هذا الإعلان. ماذا من المتوقع، ماذا نتوقع من المقاومة بهذا الخصوص؟ سيدي الكريم، نحن بشكل واضح أنا أقول لك أن الانتفاضة الأولى جيئة بعدها بأوسلو، الانتفاضة الثانية وظهرت لنا ما يسمى بخارطة الطريق. اليوم مع تعاظم قوة المقاومة في تحديدا في قطاع غزة وقدرتها على ضرب عمق الكيان الصهيوني، اليوم دفع لوضع برنامج جديد وخطة جديدة متمثلة بصفقة ما يسمى بصفقة القرن. طبعا استهداف سلاح المقاومة، أنا أقول لك بشكل واضح أنه هدف الأول لمثل هذه الصفقة هو أن يتم محاصرة سلاح المقاومة الفلسطينية، في أمل عندهم أنه يوقفوا نضال وكفاح شعبنا الفلسطيني. ولكن هيهات، هذا الشعب الذي استطاع أن يوصل بقدراته الذاتية أن يشل حركة الكيان الصهيوني وأن يهدد أمنه الداخلي، قادر أن يسقط هذه الصفقة. شكرا لك أستاذ محمد. وفجر التحرير قريب إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ محمد مشينش، رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.